والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين. واليوم معنا تجربة 50 جولم ضد 15 واردن. وبسم الله خلوكم مع المقطع. شباب أنا بالنسبة لي يعني توقعات 99% الواردن بيفوز، 1% الجولم. أنا أقول لكم دحين، من الآن أقول لكم يعني سوف نحط الجولم الواردن قصدي حطهم هي واحد احس اضح معليش ما قلت بالفيلم معليش ايز خلوه ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 كده نكسب شوية منهم بعدين 1 2 3 4 5 6 7 8 الحين دي 9 10 يلا بسم الله. عشرة 15 11 12 13 14 وش كم باقي من الواردن؟ الواردن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دي يا انا شوف المره دي 4 5 6 7 8 9 10 خمس واحدة تجاري هذا راح يجي ما تستنى ولا لا لا جاي بس رجع جاي جاي عشان تكون روح تكون أيوة روح لك أيوة أزيد عشان دعس باب الأولى يلا الثانية الثالثة والرابعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة حلو والله كلهم يمشون من مرة برا جاك الفزة يا شباب جاكم والله يا خوي جاك الفزة بس مت فعلا خويك الفزة بس مت يساعدك والله بلعت أحب بقى آخر اثنين أخطر قصدي طبعا يا اخي اللي قالوا تي تحير يا شفان الله يهم يا على يا نروح نشوف اوكي اشلي سيدي سيدي تعال 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 يا شباب الحين بحط كم واردن؟ بحط 30 واردن 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 باقي بجد 20 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 30 واردن ضد كم ما قول 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
مرة، لا 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 70، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 96، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. الله 11، 3 شباب كده 90. والله يا هو لا لا هو لا لا يصدق هو لا يصدق 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 صوت حارة. أمشي أمشي حارة. الله بدي دفع إلى اليوم إلى لا أيوه أنا بدفع إلى اليوم. اقع بالمشي يا خايس تقهر. بس معلش هنا في انزل من قبل من قبل بس امشي. يلا بروح اي والله شوف شو واقف هذا يا ترى راح نروح زي الخيوط يا شباب. الله نطلع خلع اخر نروح المطار. ايوه طاب. ايوه على شباب بدل قال بس خلاص جي 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 موت. طب يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال شباب وكذا فعلها اللي فاز في التجربة هذه اللي الواردن. وإلى هنا وصلنا هذا الفيديو إن شاء الله بكم مقطع. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة.